قابلوا ستانلي. نصف أسد نصف أرنب، لعبة مكسورة بقليل من الشر، والعرض يبدأ. يحتاج لمساعدة الدكتورة. ستانلي لا تذهب، انتظر، الدكتورة ستساعدك. أين ستانلي؟ فما رأى أحدهم شيئا. كان أحدا، أذكر الأمر كأنه البارحة. لا لا، كان أرنبا، حتى واليوم كان أرنبا. أرنب أسد. ما كان هذا؟ إنها ضحكاتي الشريرة. أعتقد أنه أمر لطيف، لكن أنا لا أحب اللطف. أنا أسد، ملك الألعاب المحطمة، ملك الألعاب. ماذا أرى؟ إن قلبه مكسور. بقلبه المكسور لم يسمح لأحد أن يحبه، يجب أن نصلحه. ساعدوا الدكتورة لإصلاح ستانلي وباقي الألعاب المكسورة. شاهدوا المزيد من مشفى لعبة الدكتورة ماكس توفنز على ديزني جونيور.